أنا سي وليد حديدة لاعب جمعية القدماء ملعب مدينة العربية سوسة. احنا توغبنا عندنا شهر سي وليد، وعندنا سي شكون سي مصف العياري هذايا قاعد يتحلف وقال مربحوني حتى مرش حتى ماتش. رجع لك القرش اسيدي، اليوم ما احنا رجعنا القرش والقناص، رجع له القناص فهمتني ولا المعلم؟ ايوا فهمتني، رجع له المعلم ورجع القرش صبري الخضراوي، بارك الله فيك، ورجع له فاير فهمتني، سامي فار معروف فهمتني، كيستاد معروف. اش باش تقولوا له تو؟ اش باش تقولوا له تو سعيد؟ والله انا جينا، انا جيناكم فهمتني، خمسه ولا خميس علينا فهمتني، باش نوريكم حوايج ما تعرفوهاش. يا عياري بابورك زفر مليك ليكم، يعني هو قرش المربح ما ربح ما ربحناش يعني حتى ياسين بابور. اليوم اش باش تعمل اليوم؟ اليوم شاكل خمسه على الاقل، ياسين البقيه هذاك زاد بابور وزفر. ايوا كلكم على العيار اليوم، شكون على العيار اليوم؟ احنا الفار فتقناه الجمعه الفات، نزلنا عليه الفار، شوفوا اليوم هادي احنا ربحين الجمعه الفات، الفار نزلنا عليه الجمعه الفات، نجيو مخر. هلا بخويا صبري، مرحبا بك عثمان، يعطينا السلامة الجماعة الكل سيدي اليوم، ربي يسلمك اخويا، عودة ميمونة سيدي ان شاء الله اخويا بعد الغيبة هذيا، باهي ورجع حديدة هذا اليوم. اي المعلم ملا حديدة ملا. اي هشام مش مشغول هشام بعد الغيبه اخويا، ها شربها شكون؟ شربها العياري، اش بيه العياري سيدي عامل بعمال العياري اليوم نهار، اليوم ها اليوم نهار، اليوم اليوم نهار ان شاء الله. يا باهي يا اوكا صبري، يا اوكا اوكا العياري يا عياري يا خويا، اش الحكايه الناس كلهم متحلفه فيك كلهم، شمه لباس مالي خاطر الجمعه اللي فاتت فكت المقلوبهم، الجمعه اللي فاتت مش مش عاد القرش مش مش، الجمعه اللي فاتت مش مش القرش والقناص غايبين الجمعه اللي فاتت، ودي ولا كيجيبوا مش القروش والقناص، ما كلهم ما كلهم اليوم رجعوا، اليوم رجعوا هم 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 مش ناكلهم يا ودي، معايا ايش قداش قداش حسبك معايا ليش اليوم معايا ليش هشام العيار يا خويا يتفخر بيك، العيار يتفخر بيك العيار، قال معايا هشام، قال المنصب المعلم هذاك شو شعملوا اليوم؟ ولد الجمعية هذاك، لا اليوم مربوحة بقدرة ربي مربوحة، بريكل بريكل يا فايا اش باش تقول لهم انت اليوم؟ انت كلمة ما عندك، انت كلمة الأخرانية ما عندك، إلا كلمة الأخرانية ما عندك ولا ما نقول شيء، ها بعد الماتش بعد الماتش بعد الماتش باهي بعد الماتش تحكيو يا سي حميد، تقول كلمة أخويا، السلام عليكم ساعة بعد الغيبة أخويا، كلمة عايش كلمة 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 إيه إيه شنو هي؟ اللي تحب عليها أنت فريق أي أي شمة شبيه وكليناه باش كليناه شو كليناه العيادي العيادي ليه العيادي ليه العيادي ليه العيادي ليه العيادي مش قلت بابورك زفرة العيادي رجعوا القناص ها والخرش القناص والخرش رجعوا له كل رجعوا له العيادي احنا جينا يا سادة وانتصار كالعادة واحنا جينا يا سادة الانتصار كالعادة اي اي كالعادة ونهرب شوم على العيار اليوم ونهرب شوم على العيار اليوم ونهرب شوم على العيار اليوم نهرب شوم على العيار اليوم هشام شو الحكاية يا هشام؟ ها؟ صحة مربوحة يا هشام مربوحة صحة لبدك ويدا بالعودة الله لا يقطع الوعدة بالغضالي خمسة والخميس عليك هذا ايش دخل هذايا هذايا ولا روحك انت ناصر ما كنتش خمسة عياريا بابورك زفرة وقاسما بدينا ليلة تحت شموع حميد وهشام معنا بابورك زفرة بابورك زفرة العصر جاك القرش يا عياري جاك القناص يا عياري جاك القرش يا عياري يا حبيبي يا كن تفرج عليها هنا هنا عشان تجي معايا اللي فاتت مروح كلالتي.